مناسبة لغو وينيني ود راشد نبي محمد نحريس نبت قليو كركي ساعتي ايا ماان تلو قبتي مغالا دا مغدشو مناسبة دا باردك ايا واحا كسو قيب قلي دا ديسكو جرع علمو دين او ديال لقن هوين دلين يسودو كري مرتي شرف كري ييقونا هالكاسي كجيدي قد بذوين كالدوان وكسابسن وينين تر لشد حبيب كان محمد نحريس نبت قليو كركي ساعتي قار كم دا علمو دين كي يددكي كسو قيب قلي مناسبة دا نيا شيغي إن برشاد إسلام كاللوغة باهاني هاي وينينتا رشاد حبيب كان محمد نحاريز نبت قليو كوركي ساعتي مركا واحا شرف نوء إن النبي إن محمد عليه الصلاة والسلام احتفال كيس أنكس وقيم قلني بشار هذا اللجوء لو يقان ربيع الأول صومالدنا يؤتقان مولود وبشي النبي القدر عليه الصلاة والسلام لبيه طبعاً كده أيالا نري أقوال ويسكجرت لكن قال على القول الراجح والله بيه طبعاً كي بشان النبي قال عليه الصلاة والسلام أبو الله أبو مأكته ولا الكاجي هالي جاه أو هالك سبون دنتي إن ويل لون على ملص عطاه تري مركزه أنت فرحي أو حول فذهبي إليه أتك فرجعيه نوجي فأنت حر حرة تهيور من هذا اليوم من هذه ساعة لقبل الله أبو الله أبو فرحي ما أكتهي من عمل صالحا في النفس مال والبيجلس ولا بس عتي أبو الله عمل صالحا وحا أرنا قضي أسوى قال وقال لما كنت انتهي فرحي يركهي أو فرحي عمل صالحا وأرنا قضي إلهي وأجزي مع أجزي في كل يوم الاثنين أن يخرج من النار مالي والبقى الاثنين ويوم كنا محمد لغود علي النار تلقى صبحي نبينا وحوها رحمة إلهي ونص ودري سجارة ضدك المؤمنين تا وعاشقين تا نبي رحيم بوها قفوا مدة إذا كم إذا أنتو النار كجرة مرة علينا غنى يور نبي صلى الله عليه وسلم حيوان كون حريصها نبي صلى الله عليه وسلم سأكتهين أو رتي نبي أدعونا أو على علي حديث كي صحيحها نجحد يا جمادات كون نبي حريصها سيد قريج نبي أوي خطبه كأغرين جرى بخاري وصو صاري جيدة يا نجحانتا سلام جري إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة dagax bay salaam jiray oo ana garanaya makkah oo li jiray arurtoona xariis oo aha hatta dadka gaalada ah ee acdaadiisa ayuu nabigana xariis oo aha markana xariista nabiga allah nasiyo walaalayaa ilaahayna dadka uu ku qadiyo naguma daro marka waxaan leenahay ajir allah in kasoo intii ka shaqeeyday intiina kale oo kasoo qayb gasho oo soo cambartayna waa ku mahadsantihiin sida aad markaa halkan u timaadeen ciil ba ciil u dhala hadii ciilkii hor oo togo ciilkii dambe wax loo soo gudbin yaa u gudbinaya wixii wanaagsanaay oo laga dhaxlay nabiga nabi sallallahu alayhi wasallam marka hadii laga yaa waxba la sheegsheegin yaa waxba la xusin yaa waxba maartay xalfada waaweyn yaa loo dhigin sidee maartay ay u soo jeesanayaan ciilka dambe soo noqon maayeen inay jid qaldan ay qaadaan ay maartay ay xuska nabiga sallallahu alayhi wasallam hadaan loo sheegin oo xalfada waaweyn la qaban oo la waawin qofka saa xafladda niyadda uu leeyahay wuxuu doonayaa khayr Allah si aan leenahay Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale sidaan iyo si ka khayr badan ka sii farxad badan iyo sidaan si ka siyaasan insha Allah ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa Maxamuud Nuur Maxamuud warbaahinta qaranka Muqdisho